والإمام أحمد بن حنبل روي عنه أنه قال ينبغي للرجل إذا أراد أن يتزوج أن يسأل عن جمال المرأة، فإن أعجبه سأل عن دينها، فإن أعجبه قبلها وإن لم يعجبه ردها، فيكون قبوله ورده لماذا؟ للدين. والشباب اليوم يعكسه، يسأل أول شيء عن الدين، فإذا قالوا له جميلة وإذا قالوا له ذات دين وتصلي وتصوم وكذا وكذا، سأل عن جمالها قالوا له والله نص نص تركها، فصار قبوله ورده على إيش؟ على الجمال. لا، الإمام أحمد كان يعلم الناس أن المسألة ليست هكذا، اسأل عن الجمال، فإن الجمال مطلوب، اسأل عن الجمال، فإن أعجبك جمالها اسأل عن دينها، فإن أعجبك دينها أخذتها، وإن لم يعجبك دينها رددتها، فتكون قبلتها من أجل الدين ورددتها من أجل الدين. واضح؟ وهذا يدل من الإمام أحمد أن الجمال شيء مطلوب والفطرة تريده، والفطرة تريده. لكن أنبه هنا تنبيهات. التنبيه الأول أن الجمال الزائد قد يكون معيقا للفتى عن عبادته وعن عمله وعن حياته، يشغله، وهذا هو محمل ما ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أحد ولده أن يطلق زوجه، قالوا لأنها أشغلت بجمالها، الولد ما عسل يبيض جنبه، ما يبغى يروح لا يمين ولا شمال، يبيض جنبه، إيش يبغى؟ جاهز. فلما رأى الأب حال الولد أمره بطلاقه. ليش؟ لأنه خشي على دين ولده منها، لأنها جميلة جمال أشغلت. وهذا يفيد أنه ليس المطلوب بالجمال أنك يا أخي تبالغ، خاصة نحن اليوم يا شباب في هذا العصر الذي كثرت فيه القنوات التي تعرض الفتيات يعني ذوات الصور المليحة، فإن الشاب يضع في نفسه صورة من هذه الصور ويبحث عنها، يريد امرأة مثلها، هذا خطأ وهذا ما ينبغي. الذي ينبغي للشاب أن يطلب امرأة مليحة جيدة يعني جميلة، ليست دميمة ولا قبيحة ولا لا عوراء ولا شوهاء ولا امرأة. وهذه نقطة يعني مهم أن الإنسان ينتبه لها. فليس مقصود العلماء حينما يذكرون الجمال أن يأتي أن يطلب المرء ذاك الجمال الذي يشغل أو ذاك الجمال الذي يفتتن به الإنسان عن عبادته. النقطة الثانية التي أنبه عليها في موضوع الجمال، الذين جربوا وعرفوا حال النساء يقول والله بالعشرة وحسن المعاملة كل شيء يتغير. كيف؟ يقول أنا تزوجت امرأة ذات جمال شديد، لكن لما عاشرتها ورأيتها مغرورة ومتكبرة ولا تحسن عمل البيت ولا تحسن التعامل معي ولا أسمع منها من الكلام ما يعجبني، صرت أكرهها، صرت لما أراها بجمالها أكرهها. يقول ما شعرت بلذة الزواج وبلذة يعني السعادة الزوجية وبلذة أني زوج وهذه زوجة إلا لما طلقتها وتزوجت امرأة ثانية أقل جمالا منها، بل تكون تكاد تكون في المستوى العادي، شعرت بالراحة والسكون الذي ذكره القرآن في العلاقة بين الرجل وزوجته. إذن النقطة الثالثة أريد أن أنبه عليها أن الجمال الحقيقي، الجمال الحقيقي هو جمال المعاملة، جمال الأخلاق، جمال حسن التباعد بين المرأة وبين زوجها. والإنسان إذا أخذ امرأة جمالها عادي فإن ذلك حري بإذن الله مع حسن خلقها وحسن تباعدها أنه إذا نظر إليها سرت. هذا الرجل إذا كان عنده امرأة جميلة يقول بعد فترة صرت لما أنظر إليها أشعر بقهر وبغيظ، ما تريحني، ماني مرتاح. فجمال الحقيقي الذي ينبغي للإنسان يبحث عنه جمال الأخلاق والدين مع يعني الأمر العادي، لا يبالغ ولا يغتر بالصور التي يراها ويطلب من النساء على هذه الصورة، فإن هذا خلاف الشرع، بل كان بعض السلف يأمر ولده أن يطلق المرأة من أجل أنه رأى الولد انشغل بجمالها.
إذا انشغل بجمالها خلاص ما عاد يبغى يروح يشتغل، ما عاد يبغى يخرج يجاهد وقت الجهاد، ما إيش يبغى الأب بمثل هذه المرأة لولده؟ فيأمره بطلاقها لأنها أشغلته. واضح؟ فإذا نقول المقصود بالجمال الجمال العادي، أي بمعنى أن المرأة لا يكون فيها عيوب، بمعنى أن المرأة لا يكون فيها عيوب. وإذا كانت المرأة جميلة في جسدها أو في وجهها فإنها بسوء معاملتها تنفر الرجل منها.